السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. اليوم سوف نقدم برنامج لحكايات النحلة والدبابة. إذا للبدء نقوم بضغط على الزر الحكاية. إذا للاستماع نضغط على زر استماع. كانت دبابة تبحث عن غذاء. ذهبت إلى مزبلة ثم غادرتها ودخلت ظهرا إلى مطبخ منزل فوجدت صرصورا داخلة. قال لها: مرحبا بالضيفة العزيزة، هنا أغذية لذيذة، نسي أصحاب المنزل غطاءها، خذي ما تشتهي. أكلت الدبابة والصرصور حتى شبعا. غم الصرصور فرحا. فجأة داخ الصرصور وانقلب على ظهره. قالت له الدبابة: انهض، هل ترقص معي؟ لا، أنا لا أستطيع، قد أصابتني رشة مبيد للحشرات. فزعت الدبابة وفرت من النافذة. للاستماع إلى بقية الحكاية نضغط على زر التالي ثم نضغط على زر السلام. كانت نحلة نشيطة تجمع رحيق الأزهار في البساتين والحقول لتصنع منه عسلا لذيذا. وفي طريق رجوعها إلى خليتها رأت الدبابة تتخبط من الألم. اقتربت منها وسألتها: ما بك؟ أجابتها بصوت مختلف: كنت أنا وصديقي الصرصور نتنقل داخل مطبخ بين أغذية وفواكه لذيذة وخضر طازجة، فأصابتنا رشة من مبيد الحشرات، فمات الصرصور، ففزعت وهربت بصعوبة، وأنا الآن أحس بوجع شديد، أنقذيني. لمتابعة الحكاية نضغط على زر التالي ثم نضغط على زر استمع. فطرت النحلة قليلا من الرحيق في فم الدبابة وقالت: هذا رحيق فيه شفاء لك، ابلعيه وانتظري قليلا وستصيرين بخير. رأت فراشة ظريفة النحلة تسعف الدبابة فخاطبتها: اتركيها، إنها دبابة قذرة تؤذي الناس، لا تسعفيها، فهي تنقل الجراثيم والميكروبات من المزابل إلى الأطعمة، فيمرض الأطفال بسببها، هل تستحق المساعدة؟ لا، ولكن بعض الناس أيضا يرمون النفايات والقاذورات في الشوارع ولا يحافظون على النظافة. الآن نقوم بالضغط على الرئيسية. مرحبا بكم في برنامج تعلم مع آدم وإياد. برنامج حكاية النحلة والدبابة. للبدء أختار الحشرات النافعة. إذا ماذا أختار الحشرات النافعة؟ إذا يا ترى ما هي الحشرات النافعة؟ هل هي النحلة، الدبابة، الفراشة أم الصرصور؟ إذا هيا أصدقائي ماذا نختار؟ نعم أحسنتم، النحلة. وماذا كذلك أصدقائي؟ هل الدبابة؟ لا نعم. ماذا؟ نعم الفراشة. إذا لنضغط على زر إرسال الجواب. أحسنت. نعم أصدقائي، إذا الإجابة صحيحة. إذا لنضغط على زر تابع لنتابع بقية الأسئلة. أحدد الأمر الذي وجهته الفراشة للدبابة. إذا لننظر إلى الصورة. ماذا وجهت الفراشة إلى الدبابة؟ ماذا قالت يا ترى؟ ابتعدي أيتها الدبابة القادرة عن الطعام، ابتعدي أيتها الدبابة القادرة عن الزهرة، ابتعدي أيتها الدبابة القادرة عن العصير. ماذا يا ترى؟ ماذا قالت؟ نعم أحسنتم، ابتعدي أيتها الدبابة القادرة عن الطعام. لنضغط على زر إرسال الجواب ولنرى. أحسنت. نعم أصدقائي، إذا الإجابة صحيحة. إذا لنضغط على تابع لنتابع بقية الأسئلة. ماذا قطرت النحلة للدبابة؟ إذا ماذا قطرت النحلة للدبابة؟ هل قطرت النحلة للدبابة الماء؟ هل قطرت النحلة للدبابة الرحيق؟ هل قطرت النحلة للدبابة الحليب؟ ماذا يا ترى؟ نعم نعم ماذا أحسنتم، قطرت النحلة الرحيق. إذا لنختار ولنضغط على زر إرسال الجواب لنرى. أحسنت. نعم أصدقائي، كذلك إجابة صحيحة. إذا لنتابع بقية الأسئلة. أحدد الكلمات التي بها حرف الذال أو حرف الزاي. إذا ماذا أحدد الكلمات التي بها حرف الدال أو حرف الزاي؟ إذا لنبحث عن هذه الكلمات. ماذا لدينا هنا؟ زرزور. هل
به أي حرف من الحروف التي نريدها؟ نعم، به حرف الزاد. إذن لنختار، نذهب إلى الكلمة الموالية. طماطم، ماذا ترى؟ هل نختارها أم لا؟ نعم، لا نختارها. لنذهب إلى الكلمة الأخرى، ماذا؟ زرافة. إذن أي حرف بها؟ حرف الزاي. إذن لنختارها. أحسنتم. لنذهب إلى الكلمة الموالية، ماذا؟ مطر. هل بها ترى حرف الدال أو بها حرف الزاي؟ أحسنتم، لا. إذن لنذهب إلى الكلمة الموالية، ماذا؟ الضرع، ذرع. إذن أي حرف بها؟ نعم، حرف الذال. إذن لنختارها. نعم، لنذهب إلى الكلمة الموالية، ماذا لدينا؟ ذئب. نعم، ذئب. إذن أي حرف بها؟ نعم، حرف الذال. أحسنتم. إذن لنضغط على، لنختار الكلمة. ماذا لدينا؟ سطل. سطل، أي حرف بها؟ هل به حرف الدال؟ هل به حرف الزاي؟ لا. إذن لنذهب إلى الكلمة الأخرى، ماذا؟ مذياع. نعم، نعم. ماذا؟ ماذا به؟ نعم، حرف الذال. أحسنتم. إذن لنختار الكلمة. ثم ماذا لدينا؟ ضباب. هل به حرف الدال؟ هل به حرف الزاي؟ لا. أحسنتم. إذن لنضغط على زر إرسال الجواب ونرى. أحسنت. إذن أحسنتم أصدقائي، إجابة صحيحة. إذن نضغط على زر التابع لنتم بقية الأسئلة. أحدد السلوك الصحيح. إذن يا ترى ما هو السلوك الصحيح؟ ماذا يفعل هذا الولد؟ إنه يرمي الأسبان. هل ترى هذا السلوك صحيح؟ نعم أصدقائي، ليس بصحيح. أحسنتم. ولنرى ماذا يفعل الولد هنا؟ إنه يمسح يده، ولكن ماذا فعل يا ترى؟ ماذا نرى؟ لقد ترك الصنبور مفتوح. إذن هل سلوكه صحيح؟ لا أصدقائي طبعا. أحسنتم. وماذا نرى هنا؟ ماذا تفعل الفتاة؟ نعم، إنها تسقي الأشجار. كيف هو سلوكها؟ نعم، إنه سلوك صحيح. أحسنتم. إذن لنختار ولنضغط على زر إرسال الجواب. أحسنت. إذن إجابة صحيحة أصدقائي، فلنضغط على زر تابع. أحسنت، نتيجة ممتازة. إذن أحسنتم، نتيجة ممتازة، 10/10. إذن أصدقائي شكرا على المتابعة. يمكنكم تحميل البرنامج من الرابط أسفله. والبرنامج يعمل على ماذا؟ على الهاتف وكذلك على الحاسوب. إذن اختر النسخة التي تحتاجها وقم بتحميلها. إلى اللقاء أصدقائي، إلى الفيديو القادم إن شاء الله.